طب اختيار هؤلاء من ضعاف النفوس يعني في فئة الشباب أو في عمر الشباب وإلحاقهم بالموساد وإجراء تدريبات لهم، بماذا تعلق على وجود بعض من الشبان السوريين والفلسطينيين في هذه الخلية والأتراك أيضاً؟ طبعا بعضهم يعرف بأنه صار عنصرا في الموساد وبعضهم لا يعرف، بعضهم يعتقد، أنا مر علي حالة لشابة سورية جاءها عرض بعمل مغري جدا براتب مغري جدا والعمل بسيط لأقصى درجة، فكانت تسألني، يعني هي لا تعرف، جاءتها منظمة دولية قالت لها نحن نريد أن نساعد شعبك ونحتاج أن نكون على اطلاع بأحوال هذا الشعب لكي نساعده، فكان عملها هو نقل المعلومات، وقالوا لها بسطوا لها الموضوع جدا أنه نحن نطلب منك، نريد أن نعرف هذا الشعب قبل أن نساعده، هكذا كان الكلام، وأعطوها 3000 دولار راتب شهري وهي صبية لا تملك مؤهل جامعي، لا تملك إلا شهادة بكالوريا، ومن الصعب جدا أن تجد عملا بألف دولار، من الصعب جدا جدا، فوجدت راتب ب3000 وزاد، وقالوا لها أنه سوف يزيد، وكانت تنقل لهم معلومات فعلا تافهة، أحيانا تراها أنت تافهة، فإذا هناك احتمال بأن البعض لا يعرف بأنه يعمل للموساد، ولكن كان يجب أن يعرف، يعني هذه الشابة نحن قلنا لها حتما هذا جهاز استخبارات، لأن العمل الذي تقومين به لا يستحق هذا الراتب الكبير. طب أستاذ أحمد، مثل ماذا كانت تلك المعلومات يعني التي قامت بها الشابة؟ كان مثلا يطلب منها أنه ما هو موقف السوريين من القضية الفلانية، ما هو موقفهم من المسألة الفلانية، رد فعلهم على التطبيع مع إسرائيل، تطبيع الإمارات مع إسرائيل، يسألها عن أوضاع السوريين في تركيا، في اسطنبول، في اسطنبول، مين أهم الشخصيات، توجهات هذه الشخصيات، أماكن وجودها، عملها، طبعا هذا في البداية، طبعا هذا في البداية، وأنا هذه الشابة نصحتها بأن تتوقف عن هذا العمل لأنه بالتأكيد عمل استخباراتي، فلم تستجيب بسبب الحاجة أو بسبب ما بعرف أنا شو السبب، يمكن السبب الحاجة المادية ويمكن يكون أسباب أخرى، فذهبت بعيدا في هذا الموضوع وقطعت علاقتي بها لأني كنت متأكد من أنه هذا عمل استخباراتي حتما، وفي الظاهر أنه جهة بريطانية، ولكن أنا قلت لها الإسرائيلي لن يقول لك أنا إسرائيلي، سوف يقول أنا إنجليزي، أنا فرنسي، أنا أمريكي، وفي النهاية يكون هو إسرائيلي، قد يكون إسرائيلي وقد يكون تابع للنظام. فردا على سؤالك، جهاز المخابرات لا يأتي للشخص ويقول له السلام عليكم أنا الموساد أريد أن تعمل معي، لا، الأمور لا تسير بهذا الشكل، تسير بالتدريج، أولا باستغلال الحاجة المادية واستكشاف الشخص المرن اللي ما عنده الحدة المبدئية أو المحتاج جدا، والتوريط يتم بالتدريج، يعني في أول شهر وثاني شهر وثالث شهر تكون فقط لتعويده على الدخل المادي المرتفع، ثم يصبح معتادا ويتورط في هذا الموضوع. أنا أعرف حالة ثانية لأيضا شخص من سوريا كان ذكيا، قلت له أنه هذا أكيد نشاط استخباراتي، فقال لي نعم وليكن، أنا صاحي وواعي، هكذا قال، لا أعطيهم إلا المعلومات المفيدة، ثم تطور الأمر وتعود على 5000 دولار، لأنه كان راتبه 5000 دولار وهو كان محتاج 500 دولار لا يجدها، صار أول شيء بده يوفي ديونه، بعدين صار بده يصمت مثل ما بيقولوا بسوريا أنه يوفر شوية فلوس، بعدين خلاص صار بده يعيش هذه الحياة دائما، فإذا هو توريط بالتدريج، بالتدريج لا يتم في يوم واحد.